بص كده، احنا كنا شرحنا ده. المفروض انت كنت جربت دلوقتي الكوباية او الكيس ده، خليها بقى شوية الحاجات ديت ونكمل فيها. المفروض ان احنا كنا شرحنا ده، شرحنا ان انت لما بتبقى في واقف في البرسبكتيف الشكل بيبان ملون ايا كان اللون اللي انت هتعمله، فالشكل بيبان في البرسبكتيف ملون. يبان لك في الفرونت حاجة اسمها واير فريم، في التوب في الليفت كل ده اسمه واير فريم. وكنت قلت لك على حاجه سريعه كده تقريبا اسمها اف 4، واحنا بنشرح السيجنالز اف 4 ان هي بيحولها بدل تبقى حاجه اسمها ديفولت شيدنج اللي هو يبان فيه الالوان، يبان فيه الالوان والخطوط. ده لما بتدوس اف 4 او بتدوس من هنا وبتعمل حاجه اسمها ايديو تريسي. وفي حاجه اسمها اف 3، اف 3 ده اللي هو واير فريم. واير فريم يوريك الخطوط بس، برضه بدوس اف 3 وبرجعها عن طريق اف 3 واف 4، بدوس اف 4 وبدوس تاني اف 4 وارجعها. الكلام ده احنا قلناه قبل كده، بس انا عايزك تفتكره عشان اللي جايه دي معتمد عليه. بص، لما برسم بلين من الفرونت، اي حاجه بتترسم من الفرونت، وبرضه المعلومه اللي انا بشرحها حالا دي عايزك تكون واخد بالك منها، ان انا بيكون عندي خطين كده دول باينين من التوب، خط اسود وخط اسود. ده في الشبكيه في الفرونت خط اسود وخط اسود اللي هم هنا في البرسبكتيف دول، يعني اللي باينين في التوب هم دول، واللي باينين في الفرونت ده اللي هو ده، وده مش باين في البرسبكتيف اللي هو واقف بالطول. ده المفروض ان يكون في حاجه واقفه بالطول هنا بس مش باين. ايه بقى اللي انت بتقوله ده؟ بص، اي حاجة بتترسم من الفرونت بتترسم ظهرها قعدتها بتكون على الخط الاسود ده، لاحظ؟ يعني مثلا هرسم بوكس، لو هرسم تيبوت. بص عشان تاخد بالك اكتر، الخط الاسود ده لاحظ كده في البرسبكتيف هما قعدتهم فين. لو برسم من الفرونت تلاقي ان الحاجة كده قعدتها، حتى لو برسم لاين رحت عن الشيبس اهو، مثلا برسم لاين ريسيركل، اي حاجة انت بترسمها بتترسم على الخط الاسود ده. يبقى انا كده قلت لك على حاجتين، الخط الاسود ده بس ان انت لما بترسم من الفرونت بترسم عليه، وانت كنت عارف ان انت لما بترسم من البرسبكتيف بترسم هنا، ولما بترسم من التوب بيرسم على الخط الاسود خط الارض ده اللي باين من الفرونت. طيب بص كده، لو يبقى انا بقول لك انا رجعت معاك اللي هي حته الخط الاسود ديت، ان انت رسمتك بتكون فين، وقلنا اللي هي اف 3. بص، لو حطيت بلين كده وعايز اشيف الصوره، رسمت بس بلين من الفرونت وعايز اشيف الصوره، عبيطه جدا ان انت بتشيف الصوره دي. لو عندي اي صوره وسحبتها كده، يعني فتحت ديسكتوب ونزلت كده سحبت لحد ما وصلت للماكس ورفعت، اهم حاجه بس مهمه قوي الحته ديت عشان محدش يتلخبط فيها، اهم حاجه تسيب الكليك، الكليك اللي انا هسيبه ده هتسيبه على البلين مش على الخلفيه. بص، لو سبته على البلين جت الصوره تاني، بعمل مينيمايز للماكس وبشوف الصوره ايا كان الصوره، بسحب لحد الماكس وبطلع. اهم حاجه ما تسيبش هنا، ما تسيبش على الخلفيه، ما تسيبش على الجري ده، سيب على البلين. طب ولو سبت على الخلفيه، بص لو سبت على الخلفيه، لو سبت كليك على الخلفيه بيطلع لي المسج دي، فانت غصب عنك هتدوس اوكي. لو دوست اوكي مش هتعرف بقى تشتغل، هي فعلا جت في الخلفيه، هتضطر ان انت تعيد. يبقى انا هرسم البلين، خد بالك البلين هيترسم من الفرونت، ولما اسحب الصوره هسحبها كده، اسحب الصوره لحد الماكس واطلع على البرسبكتيف على الحاجه اللي انا شايف فيه ملون اهو، وبسيب الصوره على البلين. طيب وصلت. هي ليه مش باينه في الفرونت يا باشمهندس؟ ليه مش باينه؟ ليه الصوره انا سحبتها، ما هي البلين اهو هو ده، بس ليه مش باين؟ ما هو الفرونت واير فريم، عشان كده كنت بفكر.
طب ازاي امشي الواير فريم دي؟ انا مش عايز واير فريم، انا كنت عايزه ملون. ما بص اصلا لو انا رسمت هنا حاجه ما هي طالعه برده هنا خطوط، مش طالع ليه مش طالع البيربل ده؟ ليه مش طالع هنا؟ عايز تطلعه هنا يبقى دوس اف 3، يبقى الصوره هنا ظهرت. اف 3 في الفرونت عشان تقدر تشوف الصوره، ولازم تتاكد ان هي فرونت. حاجه كمان، جيت بشيف اللاين مش باين، او اللي انا بشوفه مش شايفه، مش شايف ايه بقى اللي بيحصل. اللاين بيترسم اهو، لو برسم هنا بيترسم، لكن لما برسم هنا او برسم هنا بيترسم، بدخل هنا ما بي... هي دي بقى المعلومه العويطه اللي احنا اتكلمنا فيها، ان اي حاجه بتترسم من الفرونت بتترسم على الخط الاسود ده. فانا غصب عني ما كنتش عارف المعلومه دي، شوفها تاني، مش واخد بالي. فرسمت البلين وطلعته قدام شويه، ليه طلعته؟ طب ما طلعوش ليه؟ انا مش عارف اصلا. طلعته قدام شويه وسحبت الصوره عليه على البلين اهو بالماوس على البلين كله تمام. جيت ارسم هنا باللاين، اللاين بص من البلان، بص من التوب بيترسم ورا. عايز ايه يعني؟ عايزك اول ما تدخل البلين دي، اول ما ترسم البلين ترجعها لورا، ترجعها لورا الخط الاسود ده، ضروري جدا جدا ترجعها ورا الخط الاسود ده. هتبان الشبكيه الاول كمان. انا عايزك البلين، اللهم بلغت، البلين شيل منها السيجمنت خالص، كليك يمين كليك يمين اهي كده من غير سيجمنت خالص، انا مش عايز زحمه خالص. وفي الشبكيه ديت احنا كنا قلنا قبل كده ان الفريم الابيض ده بيتشال بجي، والشبكيه دي بتتشال بجي، جي فور جريد. لاحظ اي، انا عايز نضيف كده عشان اعرف اشوف اعرف اشتغل، وبعد كده هسحب الصوره. الصورة بقى ممطوطة خلاص، هي ورا الخط الأسود دلوقتي. لاحظ لو هشف، لو هرسم باللاين، أو شايف بقى عشان اللاين بيترسم قدامه قدامها، بس هي الصورة ممطوطة يعني جاية، التليفون نفسه جاي طويل قوي. وفي ناس هتلاقي الصورة عندهم عاملة كده، عبارة عن صورة صغيرة ومتكررة كتير قوي. المطه ديت بقى او الاستريتش ده انا عايز اصلحه، والصوره الصغيره دي برده عايز اصلحها. هتختار البلين، بتحط عليه موديفاير اسمه يو في دبليو ماب، يو في دبليو ماب، الموديفاير اسمه كده يو في دبليو ماب موديفاير، ده هيتحط على البلين اللي انت منزل عليها او ساحب عليها الصوره. اول حاجه تتأكد إن العلامة دي مش متعلم عليها، ريل وورلد دي مش متعلم عليها. بص لو متعلم عليها، في ناس منكم هيلاقي العلامة دي متعلم عنده، هتلاقيها متكررة كتير كده، فأنت بتشيل العلامة دي. دي أول حاجة. نمرة اتنين، بنزل تحت وكلمة اسمها بيت ماب فيت، بيت ماب فيت. أنا عايز أظبط البروبوشنز بتاعت الصورة، مش عايز يبقى فيه أي ستريتش. هدوس بيت ماب فيت، وبيخليك اهو تعمل براوس على صوره، هتروح عند الصوره نفس الصوره اللي انت بتشوف منها موجوده في الفولدر، وهتقول له اوبن. بص لما عملت اوبن هو فردها لي شويه يعني. بص لو هقفل الموديفاير بالعين، ايوه على كده هشتغل صح. طب انا كنت عايز اعرض البلين نفسها، اعرضها شويه اعمل لها سكيل، لا هتبوظها. لو عملت سكيل هتبوظها، ارجع للبلين وعدل من هنا. طيب كده المفروض ان انا هبدا اشتغل. عندي بس حاجه صغيره تعرفها، حاجه مهمه قوي وحلوه قوي وانا بشتغل. انا دلوقتي هرسم باللاين المفروض، وانا هوريك حالا هنشتغل ازاي. بس
يعني احتمال، وانا كل ما امسك اللاين يمسك لي الصوره اللي ورا، كل ما اجي امسك اللاين يمسك لي الصوره اللي ورا. انا عايز اثبت الصوره، عايز الصوره دي تتثبت. يعني بتحصل تاني في ايه؟ ان انا مثلا عندي حيطان، عندي حيطه وشويه عفش جوه كنب ومش عارف ايه، كل ما اجي اختار كده يختار لي العفش بالحيطان. انا عايز اختار الكنبه بس، عايز اثبت دول، عايز اجمدهم. بص، لو انا عايز اجمد دول، هي اجمدهم فعلا، اسمها فريز. حاجة اسمها فريز وان فريز. بص، دي بتيجي من فين؟ ان انا بختار الاول الحاجه اللي انا عايز اجمدها، لازم اعمل سيلكشن الاول، وبعد كده بدوس كليك يمين واقول له فريز، اهي فريز سيلكشن، شكرا اتجمدت. بص، لما اجي افتح ريجن كده هي اتجمدت وراح لونها، قلبت على جراي. خد بالك عشان الحته دي هتغلس، بس اتجمدت. عايز افكها بقى، كليك يمين ان فريز اول كده، خلاص عرفت اعمل لها سيلكشن. طب تعالى نجرب ده، انا عايز اشف وديت تثبت. رايت كليك فريز سيلكشن، قلبت جراي. ما كده مش هشوف، لما ارجع للفرونت تاني مش هشوف حاجه. رايت كليك ان فريز اول. قبل ما تعمل لها فريز هتحددها الاول وتدوس كليك يمين وتعمل حاجه اسمها اوبجكت بروبرتيز. بص، لو دوست على دي اوبجكت بروبرتيز ديت ضروري قبل الفريز، عشان مش عايزها جراي، عايزها فريز بس ما تتحولش لجراي. اوبجكت بروبرتيز، وهشيل العلامه بتاعت دي، شو فروزن ان جراي. اوكي، كانت من فين؟ رايت كليك اوبجكت بروبرتيز، شو فروزن ان جراي. اوكي، رايت كليك فريز. خلاص، شكرا، وهبدا اشتغل. هعمل سيف للفايل، سيف از اوتيك مثلا. وهبدأ اشتغل بقى، خليني اعمل اكمل ده في الفيديو اللي جاي.